حصن جديد للمال العام ينهض من محافظة بورسعيد، يضاف إلى مقرات هيئة قضايا الدولة ويسهم في سرعة إنجاز القضايا. شهد افتتاحه المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. مقر جديد لفرع بورسعيد تاني قضاء إداري، ونتيجة إيماننا أن محافظة بورسعيد محافظة واعدة، محافظة فيها استثمارات كثيرة، ولازم يكون هيئة قضاء الدولة لها دور كبير في الذود عن المال العام وتشجيع الاستثمار، نكون في قضاء عادل وإنجاز وسرعة إنجاز القضايا. فالنهاردة احنا على أرض بورسعيد بدعوة من معالي المحافظ اللواء عادل الغضبان اللي بنشكره على توفير مقر جديد لهيئة قضاء الدولة. الدولة المصرية في عصرها الجديد في الجمهورية الجديدة بتبني مقرات عظيمة جدا بتليق بالسادة المستشارين هيئة قضايا الدولة. طب بورسعيد بالذات اللي احنا ليه بندمج ان هو هيئة قضايا الدولة موجودة في المجمع المصالح، سيادة الرئيس امر بيه يبقى في المجمع كله موجود، يبقى كل المصالح الحكومية موجودة في مكان واحد عشان مسهل للمواطن، رقم واحد. رقم اتنين ان احنا بننسق ما بين اجهزة الدولة المختلفة بافرعها المختلفة الموجودة في المحافظات. المقر الجديد للهيئة تم تطويره واعداده باحدث التقنيات الرقمية وأماكن لعقد الدورات التدريبية لمستشاري هيئة قضايا الدولة لتحقيق العدالة الناجزة. احنا ان شاء الله بنعمل دورات تدريبية باستمرار لأعضاء الشؤون القانونية عشان يقفوا على أهم مستجدات العمل بهيئة قضايا الدولة والرقمنة والحوكمة، وان احنا ذاهبين الى الجمهورية الجديدة والسياسة الجديدة للدولة والتحول الرقمي، وده سياسة هيئة قضايا الدولة الجديدة. ان شاء الله بإذن الله هيكون انطلاقة جميلة، ننطلقها من بداية محافظة بورسعيد. يقوم المركز بإعداد برامج تدريبية ذات أساس علمي يستند إلى الواقع، ويقومون بوضع البرامج الأكاديمية والعملية والعلمية التي تساهم في رفع كفاءة السادة مستشاري هيئة قضايا الدولة لرفع الأداء وإنجاز القضايا والزود عن أملاك الدولة وحمايتها من التعدي عليها. أكد المستشار الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة أن التعاون والدعم المقدم من محافظة بورسعيد لإنشاء مقر جديد للهيئة بها جاء انطلاقا من تقديرها لأهميته في ظل ما تشهده المحافظة من استثمارات قوية تتطلب حماية قانونية لها. مقرات جديدة ومطورة ومحدثة إلكترونيا ودورات تدريبية مستمرة لمستشاري هيئة قضايا الدولة للمساعدة في تحقيق العدالة الناجزة ولتحقيق وترسيخ مكانتها كأقدم وأعرق هيئة قضائية في مصر تعمل وتدافع وتحافظ عن حقوق ممتلكات الشعب والدولة. أحمد أبو الحسن، النيل.